رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصرف رواتب جميع موظفي القطاع الحكومي لشهر مايو يوم الأحد الموافق 21 من مايو 2023، وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين تواريخ صرف راتبي شهر أبريل الماضي ومايو الجاري، بعد أن تم تبكير صرف راتب الشهر الماضي لتمكين موظفي الحكومة من تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المعيشية. بعد ذلك أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات المعنية بالحكومة بقبول طلبات 236 من منتسبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فورا، على أن تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية لتفادي أي تأثيرات سلبية على الصندوق. كما وجه سموه حفظه الله بتشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج خطوة والتحقق من استيفائها لمعايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية، بما يحافظ على المال العام ويحفظ حقوق كافة مشتركي الصناديق التقاعدية على أن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر واحد. ثم نوه المجلس بإسهامات الصحافة الوطنية ومشاركتها الفاعلة ضمن فريق البحرين في مسارات العمل الوطنية المتعددة، وهنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في نسختها السابعة. بعدها أكد المجلس دعم الفنان البحريني وتعزيز المبادرات التي ترسخ مكانة البحرين في مجالات الفن، وهنأ في هذا الصدد الفائزين بجوائز معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 49. بعد ذلك رحب المجلس بفوز برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة بجائزة أفضل برنامج مبتكر لعام 2023، والتي تمنحها شركة ميدل إيست إيكونوميك دايجست ميد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا مواصلة تبني الحلول الإسكانية المبتكرة بما يحقق تطلعات أبناء الوطن. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروعين مرسومين بإنشاء بعثتين دبلوماسيتين لمملكة البحرين لدى جمهورية الفلبين وجمهورية كوريا. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون والتطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي والتدريبي بين وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي، والتي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب والتدريس بين الجانبين والتعاون في البحث العلمي. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بسلطنة عمان الشقيقة في مجال ضمان جودة التعليم والإطار الوطني للمؤهلات. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تحديد وزارة شؤون البلديات والزراعة للإشراف على مجلس البحرين للمباني الخضراء. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مملكة البحرين، المشاركة في مؤتمر الإمارات لتكنولوجيا المناخ، والمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للمرافق بأبوظبي، وزيارة سعادة وزيرة التنمية المستدامة لدولة اليابان ضمن وفد مملكة البحرين رفيع المستوى.